تور. طيب ناخد برج التور، اهم او احسن المهن المناسبه ليه؟ برج التور من الشخصيات اللي هي متعلقه بالامور الماديه او بتقدر القيمه الماديه للحاجات، فانسب المهن المناسبه تكون بالنسبه لي هي مهن الاستثمار في العقارات وخصوصا الاراضي الشقق الابنيه، وكمان المهن اللي هي المتعلقه بالسياسه، وكمان المهن الفنيه لان هو برج فنان برضو بطبعه، الحاجات المتعلقه بالفن، المزيكا، التمثيل، المسرح، السينما، الرسم، دي برضو بتكون من المهن المناسبة لي جدا. وعندنا مشاهير كتير من برج الثور، الفنانين كبار جدا زعيم عادل إمام برج الثور. نعم. طيب جوزاء، الجوزاء ده بتاع كله بقى، حطه في اي حته هيشتغل. هو صحيح لانه هو برج متكيف اجتماعيا، ممكن يشتغل اي حاجه، لكن المهنه المناسبه بالنسبه لي بانه برج معتمد على النشاط اللغوي والكلامي والخيال والكتابه، فالمجال الصحفي والاعلامي، الاذاعه والتلفزيون، المؤتمرات، الحاجات الهندسيه، دي حاجات ممكن يعني يبدع فيها، وكمان كتابه الروايات، مسلسلات، وسكريبت الافلام. ما هو بيعيش بقى مع كل الشخصيات. بيعيش الدور مع كل شخصية من دول. مظبوط. طيب برج السرطان اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، برج السرطان لأنه هو برج مهتم بالعيلة ومهتم بالحاجات اللي هي يعني تخص العيلة، أنسب المهن المناسبة لي لأنه هو برج صبور جدا في نفس الوقت، المهن اللي هي تتعلق بالتعليم في المدارس، ان يكون مدرس او استاذ، المهن المتعلقه بالضيافه مثل السياحه والفندقه والمطاعم، لان هو برضه برج يعني برج بيحب الاكل وبيحب الطبخ وذكي جدا في المطبخ، ممكن ينجح يكون صاحب مطعم جدا. كمان المهن المتعلقه بالحاجات الفنيه برضه. برج الاسد. الأسد هنا عندنا حب الظهور وحب التواجد تحت الأضواء والنشاط الاجتماعي، فممكن يبرع في التجارة جدا، وأيضا يعني ممكن يكون في المجال الفني والإعلامي والصحافة. كمان المهن المتعلقة بالإبداع والتفاصيل مثل الصياغة والمجوهرات وتصميم الديكور والأزياء. العذراء لأنه برج انتقادي وبرج شغول جدا، بيحب العمل وعنده طاقة كبيرة للعمل وبيعمل بلا كلل وبلا ملل وبلا تعب، فأنسب المهن اللي تكون مناسبة لي هي مهن النقد الفني والاجتماعي في المجلات. أيضا المهن المتعلقة بالطب والصحة، الصيدلة، المركبات الكيميائية، الحاجات اللي بتحتاج تحليل دقيق مثل الحاجات السياسية، ممكن يكون متحدث بارع كمان في الإعلام والصحافة. طب كويس، يعني أنا بشتغل تمام. مظبوط، واخدة شغلانة مناسبة ليا. طب كويس. برج الميزان. الميزان برج هوائي، الميزان هو عبارة، الشعار بتاعه هو ميزان العدالة. أنسب المهن اللي هي مناسبة لي مهن السلك الدبلوماسي، المهن المتعلقة بالمحاماة والقضاء، وكمان المهن المتعلقة بالتمثيل خصوصا في التلفزيون والسينما. العقرب البرج الغامض أو اللي بيعتمد على الغموض في كشف الحقائق وكتوم جدا. ممكن هيبرع جدا في الجاسوسية، الحاجات المتعلقة يعني بالضبط في الأجهزة الحساسة في الدولة، في أي دولة في العالم ممكن يبدع فيها لأن هو شخص كتوم وسراني جدا. الحاجات المتعلقة بالشرطة والتحقيقات، التحقيقات في الجرائم، الحاجات البوليسية، وكمان الحاجات المتعلقة بالعقارات، وأيضا الطب. الطب يبرع فيه جدا. بعد العرب القوس. القوس الشخصية اللي هي اللي بيحكمها كوكب المشترى، والكوكب ده بيدي الحكمة والوازع الديني، فممكن مش ممكن المهن المناسبة اللي تكون بالنسبة لبرج القوس المهن المتعلقة بالسفر، وكالات السفر والسياحة، كمان أن يكون مرشد سياحي، كمان المهن المتعلقة بالحاجات الدينية، الفلسفة، اللاهوت، الحاجات المتعلقة برجال الدين ممكن تكون مناسبة ليه جدا. برج الجدي.